شبكة الكفيف العراقي تتبنيكم. دورة تعلم سيارة أمايك روتيك للمكفوفين من الصفر إلى الاحتراف ضمن خطة تدريبية متكاملة. إعداد وتقديم الأستاذ يوسف العزو. شبكة الكفيف العراقي. السباقة في عالم التكنولوجيا في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للجميع متابعي قناة شبكة كيف العراقي، أسعد الله أوقاتكم كل خير وحياكم الله. مستمرين تقديم شروحاتنا ودروسنا الخاصة بجهاز المايكروتيك والأمور اللي راح نقدر نسويها ويا سيرفر المايكروتيك. طيب إن شاء الله بهذا الدرس شلون راح نقدر نجيب خدمة انترنت لسيرفر المايكروتيك، و راح نقدر انه نشغل بخدمة الانترنت ونستخدمه كراوتر منزلي. كراوتر منزلي يعني خلاص يعني لا عندي محل حتى وزع بي هوت سبوت وكروت وهاي سوالف يوزرات، لا ابد. يعني اذا استعمل كراوتر حال الراوترات اللي عندي بالبيت. بس شنو احنا راح ناخذه بالاعدادات انه نشتغلها يدويا، تمام. طيب هسه انا عندي هذا مايكروتيك مثلا جديد، هو مالتي يعني، بس انا مصفره راح يرجع جديد الشركه. راح نجي نكنك عليه وايرلس. راح نجي نكنك عليه وايرلس. انا شكلته بالكهرباء وشغال. هذا هو الجهاز، لان الشبكه متصله عندي من قبل. Properties link. Microtech 3690BD connected. TP link. Microtech 3690BD connected. Microtech 3690BD. Microtech. طيب راح ندخل للجوجل كروم. Stop chat running notification running application free Google Chrome. Google Chrome. Google Chrome document blank document busy. راح اسوي نيو تاب اللي هو كنترول تي. علامة طبعا راح تقولوا لي هسه احنا نقدر نبرمجه عن طريق الايفون؟ اي نقدر ونقدر نسوي لها اعدادات، يعني هو راح يجيب لنا اياها خطوه بخطوه ونقدر نسويها بشكل طبيعي. يعني يقول لك سوي اسم، سوي باسورد، سوي. لكن انا يعني افضل اشتغل باللابتوب، هم اسرع و يعني اختصارات اللابتوب اسرع وكذا، فانا افضل اشتغل باللابتوب. امور المايكروتيك يعني امور بسيطه انا اشتغلها بتطبيق الايفون حقيقه. يعني انا بالنسبه لي ما استغني عن الاثنين، يعني اشوفهم الاثنين يكملون بعض، لان احنا ما عندنا وين بوكس متوافق بالكمبيوتر لحتى يعني نشتغل كل شغلنا بالكمبيوتر. لا، اكو امور مثلا ما تصير عن طريق الصفحه، لا نقدر نسويها عن طريق الموبايل، فراح نجيها تباعا ان شاء الله. طيب راح نكتب هسه الاي بي 192.168.1.8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 
router configuration. Router OS router configuration page. هذه الصفحة الرئيسية لما سيرفر المايكروتك. هسه فتحته وياكم. راح ندوس كنترول هوم ونصعد إلى الأعلى. List with five items. Link quick set visited link webfig link terminal visited link manual talk link webfig logout. Out of list router OS v6 481 stable. هذا الإصدار مالته طبعا يتحدث باستمرار. هذا آخر إصدار اللي هو v6.48.1 6841 1. Heading level 1 default configuration. Default configuration. هذا احنا بداية الصفحة مالته. راح اشوف اقول لك انت بدك تشتغل بالديفولت كونفيجريشن يعني بالاعدادات الافتراضيه. List with one items link close. Close. Out of list the following default configuration has been installed on your router. The following خجو. List with out of list the following default configuration has been installed on your router. The following default configuration has been installed on your router.
يعني يقول لك الإعدادات الافتراضية تم تنصيبها على راوتر الخاص بك. Welcome to router OS. مرحبا بك في نظام راوتر OS. واحد. Set a strong router password in the system users menu. Upgrade the software in the system packages menu. هنا ده ينطيك معلومات. Are part of LAN IP address. LAN configuration. IP address 192.168.8.8.1. DHCP server enabled. اها هنا ده يقول لك شنو الشغلات اللي هو مسويها بالديفولت كونفيجريشن، مسوي لك تشغيل للدي اتش سي بي، مسوي لك اللان اي بي على هذا الادرس، دي ان اس انيبل، ومشغل لك الدي ان اس، ولان 1 كونفيجريشن، الوايرلس شغال، مود اب بريدج، اي بي بريدج اللي هو الوايرلس انه شغال، باند تي اكس باند 2 جي اتش سي بي جي ان تي اكس تشينز 01 RX chains 01 installation indoor WPA2 no HT extension 1 gateway configuration gate 556 fire net enabled DHCP client DHCP client enabled net in DHCP client enabled وجاب لك DHCP client enabled اللي هو يستلم انترنت اوتوماتيكلي تمام net enabled I gateway ايضا شغال 1 HT extension. طبعا هاي هو لما يصفر تماما، انا من قلت لكم حتى ما نقدر عليه، ما نقدر ندخله الا عن طريق الوينبوكس. بهاي الحالة هو ينتهي خلاص، يعني هاي الاعدادات كلها وما مسويها. طيب احنا نصعد لفوق. Link set visited link web feed. هذولا دي يقراهم على السريع، احنا شو راح ننتقل بهم بالكي اللي هو النون اللي هو تنقل بالروابط. شنو عندنا؟ webfig visited link webfig اللي هي صفحة الwebfig اللي هي نسوي configuration للراوتر. quickset link quickset أي أول اختيار quickset اللي هي أعدادات سريعة، يعني مباشرة يقول لك سوي IP، سوي اسم للراوتر، سوي password، سوي كذا، ومباشرة راح يشتغل ويصير وكذا. زين web terminal link terminal راح يسوي لك يعني مثل النظام برمجي تكتب بيه بالأوامر. manual اللي هي الكتيبات او التعليمات الخاصة بالراوتر. زين احنا راح نسوي على راح ندخل على الwebfig web quick set link no prefix webfig visited link هاي الwebfig راح يبدي يحملها حتى يدخلك للويبفك. هسه هو دا ينشئها طبعا صفحة الويبفك اللي هي ندخل من خلالها على الراوتر. Out of list heading level 1 interface list. فتحت. List with 30. شوف هاي اعدادات الراوتر هسه الافتراضية. Link CAPs man. هسه احنا داخل الراوتر. داخل الراوتر. Visited link wireless. Wireless. Visited link interfaces. Link PPP. Visited link bridge. PPP, or broadband bridge. Link switch. Link mesh. Link IP. Link IPv6. Link OpenFlow. Link MPLS. Link. هذه صفحة الوايرلس. ما أريد أدوخكم بكثر الاختيارات الموجودة، لكن راح نشوف عندنا البريدج. أول شيء عندنا البريدج. Link IP, Link Mesh, Link Switch, Visited Link Bridge. هذا البرج. إحنا مو دخلنا على البرج مباشرة، نضغط حرف ال H. Bridge heading level 1. Edge اللي هو يودينا على العناوين. List with 10 items, Link Bridge. هسه هاي الأمور اللي متعلقة بالبرج. شنو الأمور المتعلقة بالبرج؟ أول شيء أول اختيار عندك برج. Visited Link Ports. Ports اللي هي الإيثارات. يعني هنا انت تقدر تبرمج الايثارات. هسه هو هذا البريدج شو يسوي؟ شو يسوي؟ انت عندك هذني الايثارات تقدر تشغل كل ايثر اللي هو هذني الفتحات مالته اللي قلنا يحتوي على 5 فتحات، يعني 6 فتحات يصير ويا الوايرلس، بس قلنا وحده تروح للدخول الانترنت، فراح يبقى عندنا 4 فتحات والوايرلس هاي تستخدم للتوزيع. انت تقدر هذني الايثارات كل واحد توزع بيه خدمه شكل، كل واحد
منهم تخليه ينطي اي بي شكل، كل واحد تخليه منه يعني مثلا حتى لو انت مدخل خدمتين للراوتر، خدمتين انترنت، خدمتين انترنت تمام، فتقدر تخرج باقي الايثرات، ايثر لهالخدمة وايثر لهالخدمة، ويعني تسويهم بشكل طبيعي. هنا انت ايش تحتاج؟ تحتاج البرج. ليش تحتاج البرج؟ تحتاج البرج مثلا انت شغلت خدمة هوت سبوت اللي راح نحكي عليها، اللي هي تخليك انه يفتح لك صفحة، ويعني اغلبكم شايفها انه لما تروح للمطعم يفتح لك صفحة او الفندق تمام، يطلع لك صفحة ويقول لك دخل اليوزر نيم وباسورد يلا انطيك انترنت. فانت مثلا تريد توزعها عن طريق الوايرلس، تريد توزعها عن طريق ايثر 3 و 4 و 5، يعني مثلا عندك راوترين تمام، تريد تطلع لهم خدمة هوت سبوت، فتنطيهم تنطيهم من الايثر. انت اذا ما تكون معرف هذا الايثر على خدمة البرج، وخدمة البرج هذه متصلة بالاي بي ومتصلة بهوت سبوت، فما راح تقدر توزع لهم خدمة للراوترات، ما راح تقدر يعني شو ما متعرفه نهائيا. طيب هنا راح اشوف هو ناشئ البرج ما ناشئ انه شو مسوي. لينك بورت ام اس تي اوفر لينك اوت اوف لينك سيتنجز نيبر هاي سيتنجز نيبر اوت اوف ليست وان ايتم تمام، يعني وان ايتم هو خلاص ناشئ البرج. تيبل نيم تايب ال تي ار تي ار اف 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 بي ماك بروتوكول ديف كون لينك لينك ديف كون هو هذا عرفه لينك لار نيم برج هو هذا البرج. لو ضغطنا على نيم برج ار ار يعني هو هسه دا يشتغل، هذا اول دا يشتغل حاليا دا ينطي برودكاستنج للخدمه دا يوزع. لو ضغطنا عليه هسه هذا تمام، لو ضغطنا عليه شوف اوت اوف تيبل تيبل وذ 74 روز اند 5 كولمز ار تايم اوت لينك لينك ادمن ماك ادريس طلعت لك كل الاعدادات الخاصه بهذا البريدج لينك. احنا نريد نغير اسمه مثلا edit bridge bridge like like bridge 1 bridge 1 تسمينا link edit bridge with name انتقلت بالاي اللي هو ينقلنا على التكست فيلدز اللي هي الحقول الكتابه، وهذا النيم like edit bridge 1 سميته. شو راح انطي ابلاي؟ راح ارجع بالشيفت وكي اللي هو شيفت ونون. List with five items. Torch link. Remove link. Apply link. Torch. راح نشرحها بعدين. يعني هاي بأغلب الأماكن راح تلاحظ راح نشوفها. Remove link. حتى أنت تحذف هذا البريدج. أنت لما تحذف هذا البريدج راح تتسبب بمشكلة حقيقة. راح تتسبب بمشكلة. شنو هي المشكلة راح تتسبب بيها؟ المشكلة راح تتسبب بيها أنه بعد ما راح تقدر تدخل للراوتر نهائيا، خلاص يروح. يعني لازم ترجع تنشئ برج ثاني وترجع تعرف من جديد وتسوي من جديد. هذا هو ناشئ لك إياه بالديفولت كونفيجريشن، حتى شنو؟ حتى يشغل لك الوايرلس، خدمة الوايرلس واللي تقدر من خلالها تدخل. طيب حتى نحفظ التغييرات ننطي apply وبعدين ننطي okay عندك cancel link و okay link. خلاص انت بكل خطوة لازم تنطي apply وتنطي okay. طيب زين هسه اني شلون اعرف هاي الايثارات هي مضيوفة لهذا لو ما مضيوفة لو شو سالفتها بالضبط؟ راح راح نضغط no next heading hosts link mdb list with port ms link port ms مو قلنا لما نضغط على برج نضغط حرف ال edge وننزل، فطلعت لنا هاي ports bridge link ports راح نضغط على ports. احنا هسفتنا على ports اللي هي الايثارات، راح نشوف شنو بيها هاي الايثارات. Link 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 port link 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 out out table enter bridge horizon horizon track prior path dev conf link link dih interface ether 2 ها بدالك من الايثر 2. الايثر 2 وين رايح؟ بريدج 1 رايح. البريدج مالته وين مرتبطه؟ مرتبطه بالبريدج 1. هو تلقائيا يجيب لك كل الفتحات مرتبطه بالبريدج.
طبعا هو مسهل عليك يعني، يعني هو مسهل عليك هالعملية، بدل ما أنت تروح تشيل بيدك برج وتروح تسوي كذا، لا هو ناشئ لك قال لك هذا، وأنا ناشئ لك ودامج لك، فأنت هنا إذا ردت تحذف خلاص عندك هذول اللينكين، لينكين دا يقول لك لينك لينك دي، هذول اللينكين شلون تنقل بيناتهم؟ بحرف الكي، تمام؟ انت تلقائي من اقول حرف الكي يعني هو حرف النون. شنو عندك؟ ريموف. ريموف خلاص تحذف، لما تضغط ريموف راح يطير الايثر 2 من هذا البرج، راح نطيره يروح. عندك دي ديسيبل، ديسيبل حتى يعني انت ما تحذفه، لا بس توقفه، توقفه لهذا الايثر، توقفه لهذا الايثر، ما ينطي خدمه انترنت نهائيا. طبعا تقدر توقفها منه، وتقدر توقفها من شيء اسمه انترفيسز، ومن الانترفيسز ايضا تقدر تسمي هذني الايثارات، هذني الايثارات تقدر تسميهن. طيب زين يا يوسف، وين الايثر 1؟ وين الايثر 1؟ الايثر 1 عزيزي انت، مدام ايثر 1 راح تجيب بيه خدمة انترنت، عندك كابل بيه خدمة انترنت، فما يصير تدمجه ويا البرج، ما يصير، لازم تخليه وحده. هو الايثر 1 راح يغذي هذني البورتات بالاضافة الى كارت الوايرلس بخدمة الانترنت. زين راح نرجع كنترول هوم وانتهى موضوع. زين اول موضوع راح نسوي اللي هو راح نغير الاي بي، راح نغير الاي بي مال السيرفر، هذا ما اريد اي بي، هذا الاي بي. من اي بي هاي الامور راح اشرح لكم اياها تباعا. الاي بي بي في الاعدادات يعني كل شغل الراوتر بي. Link accounting. Visited link addresses. Link log. Visited link addresses. Addresses. هذاني. زين. اوكي. هاي زين دخلنا للأدرسز. طيب. هسه راح اضغط حرف ال edge. Address list heading level. Address list. راح ننزل. List with one item zone and new. Out of list one item. Table with three rows and six columns. Address address. Network network. Interface interface. DEFCONF. Link link D. Address 192.168.881. هذا الIP. هذا الIP. وين مشتغل؟ Network 192.168.880. هذا النتورك كامل. طبعا النتورك الكامل يكون نهايته صفر. ليش؟ حتى ياخذ الشبكة كلها هذه. Interface bridge 1. Bridge 1. الانترفيس مالته هذا الاي بي دا يغذي البريدج 1، هذا الاي بي تابع للبريدج 1 هو اللي دا يغذي بالاي بي. زين خلينا نسوي اي بي جديد. انترنت ادريس انترفيس انترفيس نت ادريس اوت اوف تيبل ليست وذ ون ايتمز لينك اند نيو. خلينا نسوي اي بي جديد منه. اوت اوف ليست ليست وذ 3 ايتمز لينك كانسل. اضغط حرف الاي اللي هو text fields ودينا للحقول النص. Table with five rows and three columns. Edit 0 0 0 0. زين. Link address. العنوان. صفر دوت صفر دوت صفر دوت. زين. راح نفتح هذا. راح نحذف Control A. وديليت. زين. حذفناه بشكل طبيعي. زين. أنا أريد أسوي IP للمايكروتك مالتي هسه.
ما اريد هذا ال 192 168 من واحد شنو هيته، كل من جاي راح يجي يدخل عليه هو بدون باسورد بدون كذا بدون كل شيء. زين شو راح اخلي له اي بي؟ راح اخلي له اي بي مثلا 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 77 7 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
شو تسوي يا ستي؟ براوترات العاديه فقط نكتب هيجي وهذا وخلاص انتهى. زين لا هنا أنا ما ينتهي، لازم تسوي قاطعه اللي هي الشرطه المائله وتكتب 24. زين هاي شنو 24؟ هاي السب نت، السب نت مالته هذا يوزع ال 24 تجي تقسمها وكذا تطلع لك على 254 اي بي اللي هي نحتاجها. اذا سويتها 22 صار يقسم على 1024 اي بي. تتلاحظ الشيء ده ينطي المايكروتيك، لكن احنا ما نريد نحمله اكثر من طاقته، راح نخليه 24 ونقول له عمي انت وزع لي 254 اي بي. زين هذه 1024 اي بي تحتاجها اذا انت تبرمج فد شركه او فد شيء يعني. نتورك عوفها لان هي راح تاخذ تلقائيا صفر. انترفيس وين تريد هذا الاي بي يثبت؟ على وين؟ شو تريد الشغل بي؟ بريدج 1 هو افتراضيا جايب لك بريدج 1، لكن انت تقدر تغيرها. تقدر تطي الايثر 1، ايثر 2، ايثر 2، ايثر 3، ايثر 3، 4، ايثر 4، ايثر 5، لان 1. تقدر تطي هذا الاي بي لاي مكان تريده. احنا نريد هذا البريدج 1 همينة. البريدج لان احنا نريد الشغل وايرلس. كومنت حتى تعرفه مثلا هذا الاي بي مال شنو مثلا. اعتقد حتى يدعم الكتابه بالعربي، خلينا نكتب مثلا اي بي يا با يا اي بي مسافه الف لام واو يا الف الف يا واو لام الف الف لام واو الف يا را اي بي الوايرلس. ما ادري اشوف الكومنت يدعم بالعربي هنا حتى تعرفه يعني تعرف انه هذا الشيء مال شنو. وايضا انتقل بالشيفت وكاف مثل ما ذكرنا، شيفت ونون اللي هي كي، نعطي ابلاي ونعطي اوكي. زين اوت اوف ليست تو ايتمز تيب ادرس نتورك انتر جي جي دي اتش جي 123 لينك لينك دي ادرس 7755. شوف ما يدعم العربي كومنت لينك لينك جي جي دي اتش جي 123 الكتابه بالعربي مع الاسف. تمام طيب مشكلة. Link address 775533. Network 775533 0. Bridge 1. Interface bridge 1. هسه أنا ما أريد هذا بعد. DEFCON link link D. Address 192. Link link. D link to say no next link. Link remove. خلاص. طبعا بالروابط دائما نستخدم حرف الكي ريموف. خلاص حذفته. address network one interface bridge net address 192 link defcon inter network address link address network address 77 net inter def link 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 d هذا في الاي بي. شوف صارت مشكله سبب ما يدخل السيرفر. نكتب الاي بي الجديد اللي هو 77 واحد علامه ترويج جديده document البحث في جوجل. ما دخل يمنه ما دخل. هنا صار تضارب لانه الوايرلس والكذا كلها متبرمجه على فتشي واحد. وليش يقول لك انه المستحسن انه تصفره وتشتغله من جديد؟
تصفره كامل وتبدي تشتغله من الوين بوكس، حتى ما تواجهك هيش مشكلة، لأنه الوين بوكس ما بيه إشكاليات، لأن أنت راح تجي تبرمج مصفر كل شيء ما بي، لا بي آي بي، لا بي إعدادات، لا بي كل شيء، فأنت راح تجي تسويه على كيف كيفه مثل ما نقول. هنا أنا لا، هنا أنا لازم تجي كل شيء تبدله يدويا، أو إذا اشتغلت من الكويك سيت اللي هي الضبط السريع، لا ما راح تواجه هيش مشكلة، هو راح يبرمج لك إياهم بشكل أوتوماتيكلي يعني. لكن أنا ما أريد أدخل بهذا الشيء حتى تتعرفون على شنو الأشياء اللي راح تصير يمك، فلهذا ما استخدمت اللي هي الكويك سيت اللي هو الضبط السريع. زين هسه شنو نسوي؟ نروح لخانة الوايرلس. نسوي أبليكيشن كونتاكت Open network. Open network internet and sharing settings. Hi, open network and settings. نرجع بالشيفت تاب إلى home button. Give get advanced when view network change adapter options. نروح إلى change adapters. Network connect. نروح إلى Ethernet. VMware Wi-Fi. هذا الWi-Fi. Intler. Application على Wi-Fi. Contact. Properties. Proper. زين. Network connect. Wi-Fi. The file code. Internet. Micro internet protocol version 4. Protocol version 4. نزل بالسهم عليه إلى هاي، فنضغط تاب بعد تاب Install. Properties An Internet Protocol Version 4 obtain an IP address automatically radio IP address automatically، هذا دي ينطيك الـ IP address automatically. احنا نزل بالسهم إلى Use the following IP address. هنا أنا راح نكتب الـ IP الجديد اللي هو 77 لازم ياخذ خانة مثلا 10 ننزل بالتاب السبنت نمسح 255 وننطي فتح يا ابن المايكروتيك بشكل طبيعي زين. هسه شلون انا احل المشكله؟ هسه شلون راح انصبه انه يشتغل ويعطيني خدمه الانترنت؟ زين راح نجي احنا الاعدادات الوايرلس بعدين. لينك بريدج لينك سويتش لينك مش لينك اي بي، راح نروح نحذف لينك ادرس لينك كلاود لينك دي اتش سي بي كلاينت لينك دي اتش سي بي سيرفر لينك دي ان لينك فاير وول لينك هوت سبوت لينك اي سيك لينك اد كنترول لينك نيبرز لينك باكينج لينك بول. نروح على شيء اسمه بول، شيء اسمه بول فيزيتد، راح نضغط دخلنا للاي بي تمام، للاي بي وللبول، نضغط حرف الاتش اي بي بول اي بي بول الاي بي بول، راح ننزل لينك يوز ادريس Out of list table name address next link name default address is 192.168.88.10.192 name default DHCP. هذا اللي سواه إن كل هاي المشكلة. البول هذا اللي يأخذ لك تعداد الIPات اللي يبدي يوزع لك من رقم 2 إلى 254. زين فهذا متبرمج على 192.168.1 ما تبرمج على شيء جديد، احنا نريد نشيله هاي، شيله هذا البول، البول اللي هي تاخذ لك هذا العنوان لينك نو نيكست لينك نو نيكست لينك ريموف نو نيكست لينك، خلاص ما اريدها بعد هذا البول وما اريد، حذفته راح. طبعا هو ممتع يعني، يمكن تشوفوه صعب لكن لما تجي تشتغل بيدك يعني حقيقة يونس، لأن شنو أنت تتونس بأنه تشوف المشكلة وين وتجي تعالجها. أنا صادر وياي هاي المشكلة ورستت من وراها الجهاز مرتين ثلاثة إلى أن عرفت أنه البول هو المشكلة. زين راح نرجع، رجعت كنترول هوم، راح ننزل
لينك سويتش مفتوح الاي بي. طبعا هو انت من تضغط هو مثل القوائم يعني من تضغط عليه راح تبدي تفتح القائمه تبدي تنزل الى لينك ادرس لينك كلاود لينك دي اي لينك لينك دي اتش سي بي كلاينت. احنا بس خلينا نضبط هاي الشغله يا منى لينك دي اتش سي بي سيرفر دي اتش سي بي سيرفر دي اتش سي بي سيرفر ليست وذ 7 ايتمز لينك دي اتش سي بي. والسلامة نضغط على دي اتش سي بي هذه. طبعا ورا ما ضغطت على دي اتش سي بي سيرفر ضغطت حرف الاتش وننزل بالسهم لينك لينك ليسز لينك اوبشنز لينك 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 اوت تيبل نيم انتر فيل ليست تايم ادرس اد لينك لينك name def conf interface bridge 1 relay least time 0 hours 10 minutes address pool unknown add arc for leak. هذا ال DHCP اللي دا يشغل على 172.381 راح احذفه هذا السيرفر ال DHCP ما اريده ايضا link to save link حذفت بعد خلاص اني بالذاكة كل الدوخة هاي زين هسي اني يعني اذا راح ارجع اوتوماتيكلي او راح اجي اكنك بالموبايل راح يكنك لا نهائيا لا عزيزي نهائيا الا تدخل له بهاي الطريقه عن طريق الحاسبه انه تسويها ستاتيك اي بي وتدخل تمام زين هسه احنا نريد نسوي سيرفر التوزيع الدي اي سي بي انت تقدر تسوي اد نيو ادرس اد ارك فور ليس اد ات ليس فيلي ريل انترفيس نيم ما اوت اوف تيبل زيرو ايتمز ليست اوت اوف ليست وذ 3 ايتمز لينك دي اتش سي بي سيت اب طبعا صعدت بالسهم لين حذفتها لذيك حذفتها طيتها ريموف عندك دي اتش سي بي سيت اب وعندك لينك دي اتش سي بي كونفيج ادنيو احنا حتى نجي نشتغل بشكل سريع وما نطول وكذا راح نجي نستخدم لينك دي اتش سي بي سيت اب راح نسطب سيرفر الدي اتش سي بي زين out of list table with two rows and three columns DHCP server interface interface when blank combo box collapse bridge 1 combo box collapse bridge 1 عندنا اي مشكلة خلاص عمي نصب لنا على DHCP على البريدج 1 احنا نريد نسوي للبريدج هذا blank heading level 2 select interface to run DHCP server on select interface to run DHCP on زين. Out of table blank. List with three items. Link cancel. Link next. عاد أصعد بالسهم وأنزل. Next. راح ننزل. Link cancel. Out of list blank. Table with two rows and three columns. Heading level 2. Select network for DHCP addresses. Select network for DHCP addresses. DHCP address space. Blank. Edit 77553300. هذا النتورك سوينا. هذا النتورك سوينا. وها وأقدر أغيره منه طبعًا. أقدر أغير شوف حقل. حقل قابل للتعديل اقدر اغيره ايضا ما عجبني هذا اوكي اغيره لكن لا احنا سوينا هذا الاي بي راح ننصب على هذا الاي بي edit 77 edit link هذا الـ IP. يعني انت من تسوي اي بي جديد وتنصب الدي اي سي بي عليه وراح يشتغل بشكل طبيعي وكذا وكذا عالي جدا out of list list with three items link cancel link next احنا انت next Link cancel out of list blank. Table with two rows and three columns heading level 2 select gateway select for given network. Select gateway to given network. Gateway for DA link. Edit 77553 1. Edit 7 edit link. 3 day. Gateway مالته 1. Gate head out list link next. Link out of table with two rows and three columns heading level 2 select pool of IP addresses given. Addresses to give out. Link at 77553327755332 link. Link at 77 address. Link. Link. No next. نشأ ل IP pool اللي هي اللي قلناها ال IP pool اللي هي ال pool هاي اللي توزع تبدي من 2 إلى 254 IP. حتى شلون يبدي بث على 254 IP بهاي الطريقة. نشأ ل pool اللي هاي رحنا حذفناها. هو نشأها من خلف الله على الرجال زين لينك نيكست نشأها وبع كل نيكست تمشي بس على نفس نيكست نعدل عليها اوت تيبل وذ تو روز اند 3 كولمز هيدنج ليفل 2 سيلكت دي ان اس سيرفرز دي ان اس سيرفرز لينك 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 دي ان اس سيرفرز دي ان اس سيرفر راح نضغط على هذا اللينك لينك Link edit 0. DNS servers. Heading level 2. Select DNS servers.
DNS servers. Link link edit link edit DNS link edit 0000 link. زين. DNS. هنا احنا لازم نخلي DNS. فاحنا نخلي DNS راح نخلي له DNS. جوجل. اللي هو 8 بعدين اضغط N حتى يفتح لي لينك ثاني يفتح لي حقل ثاني list with 32 items CAP's man link no next edit no next edit link wireless link link CA link 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 switch DHCP setup heading list link neck link out of list tape DN link blank 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 link DNS servers link blank blank link DNS servers link no next link link edit 0 0 0 0 link DNS servers quick set web feed turn link no link list with 3 tape link 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 at link edit link edit 8 link at link شفتوا ونون اللي شفتوا كاف شفتوا كي edit 8 edit select 0 0 الحق الثاني والحق اللي هو 8 8 8 8 4 8 الحق الثاني 8 2 4 2 link 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 list with 3 items canceling next next link out of list blank table with 2 rows and 3 columns heading level 2 select list time انتبهوا علي هنا هنا انا شنو قايل لنا list time blank edit 0 hours 10 minutes zero and 0 seconds 10 minutes and 0 seconds هنا أنا كل 10 دقائق السيرفر دي اي سي بي هو راح يحذف الاي بيات ويرجع ويرجع يجدد يحذف ويرجع يحذف ويرجع. بهاي الحالة انت اذا عندك ايفون راح تحس بانه الانترنت دي يروح من يمك ويرجع يروح ويرجع يروح ويرجع بالذات انه اذا تقفل التليفون تجي شوف إذا أحد داق عليك هاي ما جيتك مكالمات ولا متصل بالإنترنت ولا 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 كل شيء الحل لهاي شنو تغير الليست تايم هذا تغير الليست تايم تتبع عليه بكتابة الوقت لازم تخليه 1 day 1 day 2 day 5 day 7 day يعني 7 أيام يوم واحد احنا راح نخليه يوم واحد كلش كافي كلش كافي يوم كل يوم أنه يجدد الاي بي ات مالته ما بيها شيء زين بس ان هذا هذا الواحد اول ما 10 نسوي صفر بعدين نرجع البدايه للبدايه هاي احنا بالبدايه صفر صفر نقطتين صفر صفر نقطتين صفر صفر وانتهى راح نرجع البدايه هنا راح نكتب واحد دي اللي هي واحد دي ونطي بيناتهم مسافه خلاص هسه صار كل يوم هو يجدد اي بيات edit 1d 0 hours 0 minutes and 0 seconds واحد دي blankly head out of table list with 3 items link cancel next. link next out of list list with 3 items link DHCP config خلاص هذا هو link DHCP setup النشأ out of table name int v lead address add up link name DHCP1 والنشأ وخلاص وهذا وصل link. Add to leave the enter name out of list with 3 items link DHCP setup link DHCP config link add new out of list link options link options link leases link networks networks اللي هي link out link link link, link out of tape address gate DM wins next link address 77 gate DM def link address 192 link def con link no next no link grim link grim no next link domain DM gate address 77 هذا الادرس مالتنا زين address gateway 7 DNS servers 8 8 هنا انت تدخل للاي بي النتورك اللي هي الشبكه وتعدل عليها نضيف لها الدي ان اس وما دي ان اس وهاي السوالف نشأنا network dig out list out of link leases this link dh router at list with out of list link graphs link win link design skin ايضا في شغله ثانيه اللي هي يا عزيز دي ان اس حتى يشغل لينك 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 سويتش لينك لينك اكونت لينك كلاود لينك دي بس لينك دي ان اس
ايضا داخل الاي بي احنا رجعنا ورجعنا لقائمة الاي بي، ندخل للدي ان اس هذا و settings heading level 1 list with 3 items link apply. ضغطت على الايدج link static link cache link static link out of list table with 18 rows and 3 columns servers link dynamic servers blank separator use do h server link blank verify do h blank checkbox not checked separator allow remote requests blank checkbox checked blank allow remote requests set check blank verify blank verify do h certificate checkbox not checked checkbox checked blank check max udp packet check blank allow remote request separator checkbox not checked set allow blank checkbox allow checked. Remote request هذه فعلها blank allow remote separator checkbox checked set allow remote separate check blank verify do blank verify do h certificate blank link you separate blank. Dynamic link ser- out of table out of link servers out of out of list link servers كل اللينك هذا مال servers dynamic servers link edit di- blank di- link edit 0 0 servers هذا اللينك انا ايضا اضيف دي ان اس جوجل 8 ترجع شيفت اوكي لينك تمام لينك ادت 0 0 لينك ادت 8 8 ادت 8 ادت سيلكت 0 جوجل لكنا 7 8 5 4 4 وعدنا ايضا هاي مال الاو ريموت ريكويست Link, 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 list with three items, cache link, static link, apply link, list with five items, webfig log, list with three items, apply link, list with five items, webfig log out link. هذا الDNS سوينا. الDNS هذا والهاي الallow to remote request. هاي شو سوي؟ احنا فعلنا الكاش الخاص بالمايكروتيك. الكاش الخاص بالمايكروتيك. انه الكاش يسوي يحتفظ لك يعني مثلا دا تدخل على مواقع دا تدخل على كذا يحتفظ لك بيها راح نتطرق لها بعدين link bridge link switch link mesh link ip list with two out of list link ip link, link, link cloud link address هسه احنا راح نروح نسوي الوايرلس نخلي له اسم وباسورد link link interface link ppp link bridge link interface link wireless visited link interface list with link ws link wifi interfaces راح ننزل بالسهم اللي جوا link 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 access link link registration link 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 out link 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 out of tip name time at trtrfff mac r bar node chan free s link or s name line one ندخل عليه دخلنا للوايرلس هسه table with 80 rows and 5 columns wireless heading level انتقلت ايضا بحرف ال edge اللي هو انتقل به للعناوين داخل ال WAN LAN 1 هذا اعدادات هسه احنا الوايرلس شنو عندنا الشيء نقدر نسوي مود بلانك كومبو بوكس كونكت اب بريدج اي بي بريدج هو حتى يبث شنو عندنا مودات بلانك كومبو بوكس كولابس اب بريدج عندك بريدج بريدج ستريم دو سليف ستيشن 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 بريدج ستيشن سودو بريدج ستيشن سودو بريدج كلو ستيشن دبليو دي اس دبليو دي اس سليف ستيشن دبليو دي اس Abridge, alignment. ABB bridge. هذا إحنا نستفاد منه. Band, combo channel, combo box collapse, 2 GHz speed. الباند مالته هذا اللي نحتاجه اللي هو 2GBN. زين هذا أقوى باند يقدر يوزع الوايرلس. اللي هو 2.4 تمام. لأن هذا بثه 2.4. Call channel width, combo box collapse 20. وهذه نعطيها على 20 40 او اذا ردنا ننطي مدى اكثر مع فقدان بالبيانات طبعا اذا وش قد تبعد عنه ايش قد ينطيك اشارة لكن يقلل لك من البيانات فاذا تخليه على 20 راح ينطيك مدى ولكن ايش قد تبتعد راح يقلل البيانات فاحنا نخليه على 20 40 هو يحدد اوتوماتيك على حسب البعد frequency link combo box collapsed channel edit auto auto محطوط الشانل مالته انا لازم تكتب 2400 و يعني تكتب الشانل اللي تريده 5 و 6 وكذا وهذا mhz ssid link edit microtik 3690db ssid اللي هو اسم الشبكه
اسم الشبكة هنا مايكرو تيك مكتوب وأرقام. احنا راح نحذف هذا، راح نسميها أولترا لينك، هذا اسم الشبكة مالتي. ULTRA ULTRA LINK LINK EDIT ULTRA LINK ULTRA LINK، هذا اسم ال SSID اللي أريد ينبث به. LINK EDIT LINK SECURITY PROFILE COMBO BOX COLLAPSE DEFAULT. من ده الحماية مالته، راح نشوف شلون راح يسوي الحماية، لأن من ده ما عندنا غير ال SECURE Combo box default. خلاص. WPS mode. Link. Combo box collapse push button. Link. هذا للحماية. Combo box collapse push button. Push button. Push button. Push disable. Push disable. طبعا انت دول combo box اللي هو صندوق خيارات عن طريق حرف ال V اللي هو الهمزة على الواو تدخل عليهم. Separator. Frequency mode. Combo box collapsed regulatory domain. Domain. هذا أفضل شيء أنه حتى يبث لك بي الراوتر. Country. Combo box collapsed. Country مالت البلد. Country. حتى تخليه يبث بقوة أكثر فتخليه United States. Uganda. Ukraine. United Arab Emirates. United Kingdom. United States. خلي البلد مالت United States حتى يفتح لك تنولات أكثر وبث أقوى. Installation. Combo separate. Combo box collapsed يعني indoor. داخلي. هاي مال installation. Set default aptx lim link bps default link bps set default check default link check box check hide ssid link check box link hide ssid check box not checked يعني غير محدد. Hide ssid اللي هو يخفي الشبكة. Hide ssid. Heading level 2 HD. HTML. TX chain link. Checkbox check chain 0. HTML. HD supported MZ link. Checkbox on. Checkbox unavailable. Checked M. WDS. WDS. طبعا هذول مثل القوائم تنقل بيناتهم بالحرف ال H. WDS mode. Combo box collapse disabled. WDS mode. Disabled. Combo box disabled. Dynamic. Dynamic mesh. Static. Static mesh. Static, dynamic, dynamic, disable. WDS default bridge combo box collapse none. Double combo bridge one. Not separator. WDS ignore SSID. Set combo setup check heading level two stream. Enables check button enable polling. Status heading left traffic heading no net. نطلع بالشيفت وحرف الإج. Since day eight wire enter no preview tape interface will enter wire general. نرجع shift. وحرف ال K. List with 14 items. Torch link. Reset. Config. Snooper. Sniff. Align. Since reset. الأزرار. Torch. Torch اللي هو link. مثل التجربة بعدين نشوفه. Reset configuration link. يرست إن إعدادات وايرلس بس. يرست إعدادات وايرلس. Snooper. Snooper. وهاي ما أدري. Sniff. Link. Align. Link. Freak. Scan. Setup repeater link. WPS client. WP advanced mode apply link. و اوكي كانسل كي خلاص. هسه المفروض هو يبدل اسم الشبكه واحنا نتورك نرجع نكنك اوتوماتيكلي رجع الاعدادات اللي سويناها بالحاسبه. هذا الواي فاي 555 ابلكيشن كونتكست بروبرتيز وننزل الى فكو اس انترنت بروتوكول فيرجن 4 فيرجن 4 بعدين بروبرتيز بعدين انترنت نصعد بالسهم لي فوق. Obtain an IP address automatically. Shift to tab. إلى okay. Tap cancel. Okay. Wi-Fi is on a close button. Network. خلاص. هسه شوف الوايرلس. Not connected. Network connection. List. Ultralink open. Net Ultralink open. الشبكة. Selected. Connect automatically. Checkbox not checked. كأنك عليها. Checked. بشكل طبيعي. Connect. Network. Internet settings link. Connecting. List. Cancel button. انتظر يكنك. Oh.
Ultra link, no internet. User. Show note. You. 98.8. Ultra link. Network. Network connections. Item. Micro. Micro tech interface. LAN 1. Red speed document. Heading level 1 loading. بشكل طبيعي List يعني احنا link. هاي الاعدادات سويناها link. طبيعية مع ال DHCP وكذا وعلى هذا ال IP. زين. This link interface. Link PPP. هسه احنا ما املنا للوايرلس هذا مفتوح الشبكه شنو احنا خليها مفتوحه لا لينك انترفيس لينك بي 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 وي فيزيت لينك وايرلس بعد نضغط حرف الادج وايرلس تيبل الى شيء اسمه سكيورتي بروفايلز ليست لينك دبليو لينك ستريم دو لينك اكسس لينك ريجستري لينك كونكت لينك سكيورتي لينك لينك سكيورتي بروفايلز نضغط سكيورتي بروفايل طبعا المايكرو تك بيفت خاصية تخبط شنو هي هاي الخاصية انه انت تقدر تشي بروفايلات مثلا بروفايل بينو باسورد مثلا من 1 إلى 8 باسورد ثاني بروفايل ثاني ب 9 9 9 8 8 5 يعني اي يعني تقدر تسوي بروفايلات بيها باسوردات وانت بس مجرد رد تبدل باسورد خلاص بس روح اختار البروفايل بي هذا الباسورد واحفظ خلاص يتغير نهائيا لكن احنا شنو احنا نريد الديفولت هذا بس نعدل عليه تقدر تسوي زين راح ننزل بالسهم الى link هذا name default ننقر عليه نشوف شنو عندنا table with eight heading radius head general heading level to radius heading general name default blank اسمه. edit default mode blank combo box collection لا احنا ما نريدنا نضغط عليه نفتحها static keys optional static keys required static none dynamic none dynamic keys dynamic keys authentication types اللي هي انواع الحماية link checkbox not checked WPASK انا شنو نوع الحماية اللي تفضلها checkbox not checked WPA2PSK WPA2PSK checkbox not checked WPA checkbox not checked WPA2E احنا unicast cipher هذا checkbox not checked WPA2PSK خلاص نحدد عليه check unicast link checkbox checked AES checkbox not checked GIP group ciphers link checkbox checked AESCC checkbox not separator WPA pre-shared key link edit unavailable protected WPA2 pre-shared key link edit protected edit يعني حقل نكتب بي راح انشئ بي باسورد why password why 1 2 3 4 5 زين خليت الباسورد بعدين فقط راح نرجع شيفت تاب ليست وذ فور ايد ابلاي لينك اوكي ها خلاص احنا امننا هسه المايكرو تك شنو يو فور 98 اولترا لينك Ultra link for no internet access. يفصل له لأن رجعت أنا نفس الباسورد نفس الاسم مفروض كنك لابتوب. Not connected. Network. Network. Wi-Fi. Airplane list. Ultra link secured. Secured. Selected. Connect automatically. Checkbox checked. Connect. Enter the network. Passwords. Why? 1 2 3 4 5 Do you want to allow your no? Yes. But checking. Another password. دخلنا. طبعا انا اسف على الاطالة لكن هو الموضوع حقيقة يعني مطول وانا اريد امشي وياكم بالخطوات مثل ما هي تمام Ultra link no internet هسه احنا راح نسوي رفرش للصفحة سويناه بشكل طبيعي زين هسه اني اريد اجيب انترنت عندي يوزر
ما الشركة. وين داخله؟ نروح الى شيء اسمه This link PPP اللي هو البرودباند. بعدين ننقر على ايدج ننزل PPP heading level list with 6 items link interface link PPP PoE servers link secrets link profiles link active connections link L2T out of list list with 7 items link ANU link PPP scanner link PPTP server link out link 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 secrets link link interface out of list heading level 1 PPP list with 6 items link interface link PPP PoE servers link 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 out of link PPP scanner link ANU منها او لا link p link pptp server link sst link l2tp server link odpn link pp poe scan out of list 0 items table with name name type actual l2t rt rfffffff rt rt l at name out link link l2 link ss link p link ppp scanner link anu out of list link active link l2tp secret link profiles link secrets link out of list link link anu link ppp scanner link 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 out of table name name type type actual l2t rt rfffff out of table list with link pp link pptp server binding يقول لك شنو انت تريد link pptp client link pp poe server binding link pp poe client client من سوينا add new pp poe client يعني نظام pp poe out of list blank 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 table with fprx packet p no previous no previous edit field fpt fprt rt l at name out of table list with 7 items link pp poe scan out of table with one name name out of table 0 item name type actual دقيقه name out link link l2tp server link sst link pp link ppp scanner link pptp server link anu link pp link 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 out of table name type at ltrtrfff out of link link pp poe server by link pp link ppp server link ppp client link ppp server link ppp client out of list blank 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 table fprfffrtrtl at type name out of list link odp link pp link l2 link ss link pp link pp link anu link 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 out of table name type at ltrtrfff out of link 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 pp poe client link pp poe server binding link link ppp server out of list link blank 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 fpfpffrtrtl at time name out of list link ovp link l2 link ss link pptp server link ppp scanner طبعا ما الوضع الاشتراك داخل المايكروتيك ما اعرف ليش ما تصير اعتقد لان ما موصل كيبل بخدمة براند باند ولا هي من الاد نيو بعدين PPP client ويقول لك اليوزر نيم والباسورد خليه بشكل طبيعي ويكنك عندك زين احنا خدمتنا غير شكل خدمتنا انه تعتمد على انه راح نجيب كيبل دي اتش سي بي وهو يتعرف جاي من الراوتر configuration مالته link MPN, link routing, link system, link queues, link 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 open, link IPvZ, link IP, link accounting, link cloud, link link DA, visited link DNS, visited link DHCP server, link DHCP relay, link DHCP client, visited. ندوس حرف الأج. DHCP client list with 2 items link DHCP client, link DHCP client options, out of list list with 1 items link ANU, out of list 1 item. هو مشى طبعا هو يتدخل يجب table with 3 link remove delink disable no next link انا اريد انشئ بي دي عمي اريد انشئ بي دي expire p add you enter out of table list with one item link add new زين ننقر على add new out of link up link release link renew out of list not invalid out of blank checkbox not heading level 2 DHCP interface link combo box collapse rate 1 راح يقول لك منين تريد اخذ احنا هسه بدنا ننشئ حذفنا انا حذفت اللي هو الناشئ هو لا انا اللي بدي انشئ بيدي راح يقول لك الانترفيس منين تريدني اخذ الدي اتش سي بي هذا مالتك راح تجيب لي اياه منين راح تشبك لي الواير راح اقول له والله راح اعطيك الدريت ثاني من ايثر 1 فخليت على ايثر 1 هو مختار لي بريدج 1 انا ما اريد بريدج 1 بريدج 1 راح يرجع لي انا ما اريد يرجع لي لا انا اريد ايثر 1 ايثر 1 زين من الايثر 1 اريد ينطيني دي اس سي بي
use peer DNS. use peer DNS هاي نخليها محدد، انه راح ياخذ الدي ان اس اللي جايني من الراوتر. use peer NTP. هذه الخاصة بضبط الوقت، وانت يعني من الضروري جدا ان تضبط الوقت والتاريخ عندك بالمايكروتك. separator add default root blank combo box collapsed yes. هنا انا اخلي لك روت، يعني هو يروته يسوي لك اعدادات الروت يروته كامل. heading level 2 advanced DHCP options link combo box collapsed host name link link combo box collapsed deleted link okay. separate default root distant link edit 1 script link edit multi line out of IP address link gateway link DA link expo link separator prime link secondary DNS link 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 list release link apply link okay list okay out of list one item take enter use add IP link link E X interface either one use peer DNS yes X inch X link link remove E link enable link link D I interface either one use peer DNS default root yes IP address expires after IP address expires after. ما طاعينا كل شيء لا IP ولا كل شيء، لأن شنو أنا ما موصل بينت، راح أوصل بينت وراح أرجع لكم. هسه وصلت الكابل مال الإنترنت بالمايكروتيك، راح نشوف أخذ IPات ما أخذ. link interface either one ونشوف. use peer DNS yes add default root yes IP address 10080106 اخذ من الراوتر expires after 1D 23 hours 58 minutes blank blank expire add default IP address 100 زين جاني انترنت خلينا نشوف www google w search landmark اجتني خدمة انترنت هسه احنا يعني غطينا تقريبا الجوانب المهمة، بس بقت شغلة انه احنا نريد نأمن السيرفر، نريد نأمن السيرفر ما اريد يجي يبقى يعني ما بي لا يوزر او باسورد انه حتى ادخل عليه. شوفوا حتى الاشعارات بدت تجي للكمبيوتر انه اجى انترنت. تمام this link this link bridge link 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 IP list with link accounting link address link cloud شو نعمل المايكروتيك نطلع لي فوق ونروح نأمنه out of this link this link bridge link 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 address link cloud this link DH visited link DHCP server بعد. link this link cloud link addresses link accounting link ARP out of list link IP في الإشكاليات نغلقها نغلقها بالشنو بال خلاص ننقر على IP وتنغلق link IP visa لأنه حتى ما تسوي لنا هوسة بالقوائم link open link MP link routing link system نفتحها link certificates link auto upgrade out of list link system link certificate link clock شغلة أشوفكم إياها هي الكلوك دخلت للكلوك خلينا نشوف إنه الساعة انضبطت ولا clock blank list with one items link apply out of list table with time blank edit 1 hour 46 minutes تمام. and 30 seconds date التاريخ date. blank edit APR قطعة 06 قطعة 2021 ابريل 6 2021 زين blank تاريخ اليوم تمام. هسه راح نأمن المايكروتيك out of this link this link 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 IP link 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 this link console link disk link GPS link history link identity link LCD link LEDs link license link logging link NTP link NT link note link packages link password password visited visited نضغط حرف ال edge change change heading level blank list with two items link change link cancel out of list table with three rows and three columns old password افتراضي مالتي ما كل شيء ما يعني admin user name admin والباسورد فاضي فما راح يكتب blank edit protected لان ما بي باسورد new password new password blank edit password y o u i f 1 2 3 confirm confirm password blank edit protected y o u i f 1 2 3 edit protected edit protected shift o k not list change link change هل تريد حذف كلمه المرور alert غيرنا out of list table with 14 rows and 4 columns heading level 2 time
time. Head out of table list with one items link apply. Atala edit date edit one out. عندنا بعد شنو بالسيستم؟ Head out out. أيضا. Head route row at layout link graphs link designs link save map link hide path link mix link tr0 link radius link files link dot link queues list with 29 items link watch link use link up link special link shutdown link scripts link scheduler. نتطرق لها يعني شروحات تالية إن شاء الله وتسلسلة طويلة. Link router link resource link reset link reboot link ports visited link password. Link packages, link note, link NT, link logging, link license, link leads, link LCD, identity. Link identity. اللي هي التعريف. ما أريد أن يبقى اسمه مايكروتك، لا أريد أعرفه مثلا باسم. Identity. Identity heading level. Blank. List with one items link apply. Out of list table with one rows and three columns identity. Blank. بس اسمه edit مايكروتك. فأنا شو أريد أسميه مثلا؟ أريد أسميه مايكروتك. MI. K R T O I K Mikrotik Masafat M I K R O T I K Mikrotik Masafat Ultra Y Y U L T R A Ultra Yusawi Yusawi Shut up Shut up Yusawi Yusawi Shut up Shut up L I N K Edit edit Mikrotik Ultra Link List with one item supply link. غيرت اسمه لل مايكروتك هذا. List with five items webpack logout link. List with one item supply link. نعطي logout. List link. مايكروتك ultra. Table edit protected blank. سجلنا خروج وكملنا وهذا المايكروتك ده يشتغل يمنا بشكل طبيعي حتى لو اختبرنا الشبكة على بينج. Run down a ping Anna. C O O P I N G. مسافة ثمانية. شطط. T ping 8 with 32 bytes of data. Reply from 8 bytes. يساوي 32. Time. يساوي 88. يعني شغال عندنا المايكروتك بإنترنت بشكل طبيعي. إلى هنا أعزائي وصلنا إلى نهاية الشرح الثاني من شرح سلسلة سيرفر المايكروتك. إن شاء الله نلتقي بالدرس الثالث. آسف طبعا على الإطالة لكن الموضوع يتطلب يعني هو يعني مثل ما قلت لكم سهل وصعب بنفس الوقت وممتع ممتع يعني يخليك مجالات تفكر بيها. وأنا تعمدت أنه أسلك هذا الطريق الطويل حتى نتعرف على الشغلات اللي نبرمجها الراوتر لنا وشنو الشغلات اللي ما نحتاجها نريد نحذفها ونبرمجها من جديد بيدينا حتى نقدر نستفاد من عدها ونتعلم. أهم شيء إحنا نتعلم من الشيء اللي نسوي. ما أريد إحنا نجي كان نقدر أدخل على الكويكسيت اللي هي الضبط السريع ونقدر نسوي أبد. الشرح كله ما يطول بيدينا 5 دقائق. تمام بس راح نطلع كل شيء ما مفتهمين. شلون اجى هذا الآي بي شلون صار هذا الآي بي كل شيء ما راح نطلع مفتهمين. فإن شاء الله الدرس الثالث راح يكون أخف من هذا. راح نبدي ناخذ خفايف أمور راح نشوف شلون نأمن السيرفر وكذا فد أمور خفيفة إن شاء الله راح نتطرق لها في درس لاحق إن شاء الله. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.